سيرتفع عدد المنتخبات المنافسة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم إلى 24 فريقا، وستتغير توقيت البطولة لتقام في يونيو ويوليو، لكن سيستمر إقامتها كل عامين طبقا لتوصيات حول شكل البطولة طرحت خلال ندوة للكاف في المغرب. وجاءت التوصيات خلال ورشة عمل ناقشت مستقبل اللعبة في القارة، وشارك فيها معظم قادة الاتحاد الأفريقي، ويتوقع أن يتم تصديق عليها. وبسبب إقامة البطولة كل عامين في شهر يناير، يتعرض اللاعبون البارزون بمسابقة الدوري الكبرى في أوروبا لضغط شديد بين الرغبة في تمثيل بلادهم ومواصلة الالتزام مع الأندية التي يلعبون بها، نظرا لأنها تقام في منتصف الموسم في أوروبا. يأتي زيادة عدد المنتخبات بعد توسيع بطولة أوروبا، حيث قال خبراء أفارقة إن هذه التجربة قد أثبتت نجاحها.